الرحمن الرحيم، ازيكم يا سنه اولى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم رحمه محمد من الفرقه الثالثه. ان شاء الله هنشرح تاني محاضره في المايكرو موديول ريسبيراتوري، وهي نتكلم عن الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. قبل ما نبدا، وقفوا الفيديو وقولوا دعاء المذاكره. نكمل بقى. هنتكلم ان شاء الله عن حاجتين، عن البكتيريا الهيموفيلس انفلونزا والبورديتيلا برتوسس ان شاء الله. نبدا بقى. اول حاجه هنتكلم عن الهيموفيلس جروب. اول حاجه الهيموفيلس جروب هي عباره عن جروب من سمول جرام نيجاتيف بليومورفيك بكتيريا. بليومورفيك بكتيريا يعني بتاخد كذا شكل، ممكن تكون كوكاي او باسيلاي او كوكو باسيلاي بين البنين، وبتحتاج ميديا تكون انريتشد عشان تتزرع عليها، زي البلاد اجار، تشوكليت اجار، وهكذا. تمام. هنتكلم اهم انواع فيها، هي الهيموفيلس انفلونزا وهيموفيلس ايجيبتيوس وهيموفيلس ديوسيروي. تمام. اول حاجه نقول تاني هي عباره عن سمول جرام نيجاتيف بليومورفيك بكتيريا، وبتحتاج انريتشد ميديا تطلع عليها زي البلود او ايه او الديريفاتيفز بتاعته. واهم حاجه هنتكلم عليها النهارده هي الهيموفيلس انفلونزا. تمام. التانيين مش هنتكلم عليهم. يلا، اول حاجه الهيموفيلس انفلونزا هي موجوده بشكل عام في الثروت بتاع الهيلثي بيبول، يعني هي موجوده عندنا من غير ما تعمل لنا ايه، من غير ما تعمل لنا مرض. ولكن في هي ليها سترينز، ليها انواع سلالات، بتكون منها انواع كابسيوليتد وانواع نون كابسيوليتد. فاللي بتكون موجوده عندنا في الثروت وما بتعملناش مرض هي الانواع اللي ما عندهاش كبسول، النون كبسولات، لانها بتكون اضعف. اللي عندها كبسول هي اللي بتكون اقوى، فعشان كده بتكون عندنا كبسولاتد وبتكون قويه ومناعتنا في الوقت ده ضعيفه، فبتعمل لنا upper respiratory tract infection في الاطفال وفي الكبار. تمام. وهي من الاهم الاسباب اللي تعمل مننجايتس في الchildren. تمام. قلت تاني هي موجودة بشكل عادي في الثروت بتاع الهيلثي بيبول، ممكن تعمل upper respiratory tract infection في الchildren والأدلت، ومن أهم الأسباب اللي بتعمل meningitis في الchildren. تمام. تمام. نتكلم بقى عن شكلها. هي عبارة عن جرام نيجاتيف أو small gram negative bacillus أو كوكو باسيلاي، نان موتايل، ما بتتحركش، نان سبور فورمينج يعني ما بتكونش سبور، سبور يعني ما اكنها بتدخل جواها كده زي السلحفه، تكون في ظروف الغير مناسبه ليها. تمام. هي نان موتايل ونان سبور فورمينج، وبعض الانواع منها بتكون كابسيوليتد وكمان بليومورفيك، يعني بتاخد كذا شكل، باسيلس كوكاي كده. تمام. هي عباره عن جرام نيجاتيف سن باسيلس نون موتايل نون سبور فورمينج، وبعض الانواع منها كابسيوليتد وكمان ممكن تكون بليمورفيك. نتكلم بقى عن الفيرالنس فاكتور. ايه الاسلحه بتاعه الهيموفيلس اللي بتخليها تعمل الانفكشن؟ اول حاجه عندنا الميجور فيرالنس فاكتور بتاعها هو البوليساكرايد كبسول، هو الكبسول ده اهم فيرالنس فاكتور. تمام. ودي نقطه مهمه قوي. تاني حاجة اي جي اي بروتيز بيساعدها في انها تمسك في الميكوزا بتاع الريسبيراتوري تراكت، ان طبعا الاي جي اي موجود في الريسبيراتوري تراكت في الميكوزا السيرفس بتاعه بشكل عام عشان يمنع اي بكتيريا او اي اورجانيزم ان هو يمسك في الريسبيراتوري تراكت ويعمل انفكشن. فهي بتطلع اي جي اي بروتيز عشان تكسره وتعرف تمسك في الميكوزا. تمام. يبقى اهم فيرالنس فاكتور هو البوليساكرايد كبسول. تاني حاجه الاي جي اي بروتيز بيخليها تمسك في الميكوزا. تمام. نتكلم عن الباثوجينيسيتي، يعني بتعمل المرض ازاي. بيقول لك عندنا، قلنا ان منها سترينز، في انواع منها كبسوليتد عندها كبسول، في انواع نون كبسوليتد. طب الاول نتكلم عن الانكبسوليتد اللي عندها كبسول. تمام. خاصة تايب بي اللي عندها كبسول دي بتكون بنقسمها لست انواع A B C D E F، ست انواع.
فاحنا بنتكلم عن اهم واحد فيهم هو تايب بي، هيموفيلس انفلونزا تايب بي، هي الهب دي. تمام، بتعمل ايه؟ الانكابسوليتد بتكون انفيزيف وبتكون اقوى، تمام، فبتعمل انفكشن بشكل اوسع، فممكن تعمل بكتيريال مننجايتس، التهاب في السحايم بتاعه المخ، وابيجلوتايتس في الاطفال اللي اقل من 5 سنين. تعمل بكتيريال مننجايتس وابيجلوتايتس في الاطفال اقل من 5 سنين، ولانها انفيزيف اللي هي مين الانكابسوليتد اللي عندها كبسول، تخش تعمل لنا بكتيريميا تمشي في الدم، تعمل بريكاردايتس، تعمل نيومونيا، تعمل سيبتيك أرثرايتس توصل للجوينت، تعمل أوستيومايلايتس ما توصل للبون، وتعمل فيشيال سيلولايتس. تمام، ده بيكون نوع من التهابات اللي بتبان في الجلد في الوش. تمام، in the same age group، برضو أقل من 5 سنين. تمام، تاني الانكابسوليتد تايب من الهيموفيلس انفلونزا اللي عندها مين كبسول، دي بتكون اقوى وبتكون انفيزيف، فبتروح تعمل لنا بكتيريال مننجايتس وبيجلوتايتس، وتخش في الدم تعمل بكتيريميا، تلف تعمل بريكاردايتس، نيومونيا، سيبتيك ارثرايتس، اوستيومايلايتس، فيشيال سيلولايتس، برضو اقل من 5 سنين في الاطفال اقل من 5 سنين. تمام كده. طب الانواع اللي ما عندهاش كبسول، الانواع اللي ما عندهاش كبسول بتكون اضعف بكتير منها، وبالتالي مش هتعمل انفكشن او اي حاجه غير لما يكون في بريديسبوزنج فاكتور موجود في الجسم، حاجه اوريدي ضعف المناعه، يعني هي داخله وكده كده الجسم ضعيف، زي مثلا عنده فايرال انفكشن، عنده مالجنسي، عنده سيستيك فايبروزس. تمام، ففي الحاله دي تخش ممكن تعمل نيومونيا او تعمل بكتيريميا في الادلت او الاولدر جروب، يعني اطفال اكتر من 5 سنين. تمام، ايه كمان ممكن تعمل؟ اوتيتس ميدي، وممكن تعمل ساينوسايتس، التهاب جيوب الانفيه، التهاب في الاذن، ده في وجود ستريبت نيومونيا. اما يكون معاه ستريبت نيومونيا يبقى كده النون كابسوليتد او النون تايبابل، دي بتكون مش هتعمل انفكشن غير في وجود بريديسبوزنج فاكتور او اي حاجه تانية، اي انفكشن تانية موجوده في الجسم. عشان ايه؟ عشان يكون الجسم ضعيف، انها اضعف من الكبس اللي عندها كبسول. تمام، فممكن تعمل نيومونيا، بكتيريميا، ممكن تعمل اوتيتس ميديا، ساينوسايتس، في وجود الستريبت نيومونيا. تمام كده. تمام، طب دلوقتي حصل انفكشن، انا عايز اعرف ان اللي عمل الانفكشن دي الهيموفيلس انفلونزا ولا اي حاجه تانية. اول حاجه هعمل ايه عشان اعمل دايجنوزس؟ هاخد عينه. هاخد عينه منين؟ هي الهيموفيلس ممكن تعمل مننجايتس، فاخد عينه من السي اس اف، ممكن تعمل بكتيريميا، هاخد عينه من البلد، ممكن من البص، ممكن من ريسبيراتوري تراكت السكريشنز اللي بتطلع. تمام، هعمل فيها ايه العينه اللي خدتها؟ هشوف، هعمل دايركت ديتكشن، هلاقيها اصبخها بالجرام، هلاقيها طلعت ايه جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي، والاقي معاها بوليمورف نيوكليير سيل. تمام، لقيتها جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي معاها بوليمورف نيوكليير سيل، ده ايه؟ بالدايركت ديتكشن، انا رحت اشوفها على طول، لقيتها جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي. تمام، ممكن اشوف بطريقه اندايركت بالسيرولوجي وكده، زي الكيلنج رياكشن او اسمها كابسولار سويلنج رياكشن، ده عباره عن ان انا بشوف الكبسول، بحط انتي سيروم لي على السبيسمن، والانتي بودز تيجي تمسك في الكبسول، فاكنه بيحصل له سويلنج، اسمها كابسولار سويلنج او كيلنج رياكشن. تمام، تاني حاجه انتيجين ديتكشن في السي اس اف، بعمل تستات زي اللاتكس اجلوتينيشن، كو اجلوتينيشن، كرنت اميونو الكتروفوريسز، مهم نقرا التستات دي علشان نعرفها، يعني ما نركزش عليها قوي. وبعدين ممكن نعمل بي سي ار، ولكن طبعا يعني هو بيكون ادق، ولكن ما مش بيتعمل بصوره كبيره. تمام، دلوقتي انا عايزه ازرع ايه البيئه اللي المفروض اوفرها للهيموفيلس انفلونزا عشان تطلع عليها. اولا هي بتحب البيئه الايروب، يكون فيها اكسجين، وممكن تطلع برضو انيروب، ولكن بورلي انيروب. تمام، هي ايروبيكلي اند بورلي انيروبيكلي، الحراره اللي بتحب تطلع فيها من 35 ل 37، يعني ايه؟ يعني قريبه من درجه حراره الجسم، بتحب درجه الحراره شبه ايه
حرارة الجسم و require extra CO2. دي مهمة قوي، بهي ايروب بورلي انيروب، درجة الحرارة من 35 لسبعة وتلاتين، وتحتاج اكسترا سي او تو من 5 لـ10%، والزيادة عليها اكس فاكتور وفي فاكتور. اكس فاكتور اللي هو الهيماتين، وفي فاكتور اللي هو كو انزيم، كو انزيم زي الناد والناد بي، تمام، عشان يساعدوها ان هي تنمو بصورة احسن على الكالتشر، تمام. ولكن نعرف ان الهيموفلس انفلونزا لازم تحتاج الاكس فاكتور والفي فاكتور الاتنين مع بعض، مش واحد لوحده. يبقى المميزة بانها بتحتاج الاكس والفي مع بعض هي الهيموفلس انفلونزا، تمام. يبقى نقول تاني، هي ايروب بورلي انيروب من 35 لـ37، يعني شبه درجة حرارة الجسم، تحتاج اكسترا سي او تو، اكس فاكتور زي الهيماتين، وفي فاكتور اللي هو كو انزيم، تمام. هي بتتزرع بشكل احسن على التشوكلت اجار، لكن لما انا بزرعها على البلاد اجار بتدينا سمول كلونز، الكلونز بتكون صغيرة. ليه؟ لان ما بيبقاش فيه في فاكتور اللي هو كو انزيم بشكل كافي على البلاد اجار، تمام كده. وايه كمان؟ هي تيبيكالي نون هيموليتك، ولكن بعض السترينز منها هيموليتك، انها ليها سترينز كتير، ليها انواع كتير، ففي منها هيموليتك وفي نون هيموليتك، تمام. والتاني الكالتشر محتاجة اوفرها لها تكون ايروب بورلي انيروب، يعني ممكن تطلع في بيئة فيهاش اكسجين، من 35 لـ37 درجة حرارة، سي او تو من 5 لـ10%، اكس فاكتور وفي فاكتور، وعرفنا انها تيبيكالي نون هيموليتك، ولكن في بعض الانواع هيموليتك، تمام كده. تمام. يقول الانواع اللي هي مش، يعني انا واخد سبيسمن مش دم، بزرعها على شوكليت اجار احسن، طبعا بوفر لها حرارة من 37 درجة مع 5% سي او تو. طب لو واخد عينة دم بزرعها، بعملها بلاد كالتشر عادي، وبعدين لو عايز اعمل سب كالتشر بعدين باخد عينة منها على شوكليت اجار، برضو بوفر لها نفس الظروف. دي معلومة على المشي يعني، مش مهمة، تمام. طب انا دلوقتي عايزه اعمل لها ايدنتيفيكيشن، عايزه اعرفها، هعرفها ازاي؟ ده اورجانيزم لازم يطلع في وجود اكس فاكتور وفي فاكتور، تمام. اللي بيحتاج الاكس والفي مع بعض قلنا هو مين؟ هو الهيموفيلس انفلونزا وبس. طب انا هشوفه ازاي؟ اول حاجه زرعته دلوقتي وطلع ايه؟ طلع كلونز، تمام. هعرفها من شكلها ازاي؟ يقولك ممكن تطلع النون كابسيوليتد سترينز اللي ما عندهاش كبسول، بيكون شكلها سمول ترانسبيرنت فلات كلونز، زي الصوره دي كده، بتكون شكلها ايه؟ ترانسبيرنت، شفافه وفلات، مش مثلا كونفكس، مش عاليه، تمام. سمول ترانسبيرنت فلات كلونز دي ايه؟ نون كابسيوليتد، ما عندهاش كبسول. طب الكابسيوليتد تكون اكبر بقى، عندها كبسول، فهي تكون لارجر، اوبيك، لونها غامق، وميكويد كلونز. ميكويد لانها عندها كبسول، والكبسول ده عباره عن ايه؟ عباره عن بولي ساكرايد، سكر، فهو اللي بيديها ايه؟ بيخليها ميكويد شويه، يخلي الكلونز ميكويد، تمام كده. نقول تاني الكلونز شكلها ايه؟ هي لو عندي لو السترينز المزروعه دي نون كابسيوليتد، هيكون شكلها سمول ترانسبيرنت فلات. طب هي لو عندها كبسول، لا، هتكون اكبر ولونها اوبيك وميوكويد، تمام. طب لو هزبغها بالجرام ستين، فهي هتكون جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي، تمام، جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي. بعدين عايزه اشوف مثلا الكبسول البولي ساكرايد هعمل له ايه؟ هعمل له كيلينج رياكشن، او لاتكس اجلوتينيشن، او فلوريسنت انتي بودي ستيننج، تمام، وممكن دي ان اي بروبس، يعني دبل بي سي ار، تمام. بنعرف تاني ان هو بيطلع الهيموفيلس انفلونزا هي الوحيده اللي بتحتاج الاكس والفي فاكتور الاثنين مع بعض. عرفنا شكل الكلونز ازاي اللي زرعناها، لو هي نون كابسيوليتد بتكون ايه؟ بتكون سمول ترانسبيرنت فلات كلونز. طب هي لو كابسيوليتد بتكون لارجر اوبيك ميكويد كلونز، تمام. لو هصبغها بالجرام هتكون جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي، تمام. عايزه اشوف
هعمل ديتكشن للكبسولار بولي ساكرايد، هشوف هي كبسوليتد ولا لا، هعمل لها كيلنج رياكشن، وممكن اعمل اي دي ان اي بروب. تمام. طب عايزين نتعرف عليها اكتر. عرفنا انها البايوكيميكال رياكشنز بتاعتها اول حاجه الجلوكوز بيحصل له فيرمنتيشن وبيطلع اسيد، بس اسيد اونلي. المالتوز والسكروز فيرمنتد ببعض الانواع منها مش كله. طب الاندول برودكشن فاريبل متنوع برضو. الكاتاليز والاوكسيديز تيست بوزيتيف. نقول تاني البايوكيميكال رياكشن عملت ايه. الجلوكوز فيرمنتد مع اسيد اونلي، المالتوز والسكروز فيرمنتد ببعض السترينز، اندول برودكشن فاريبل، كاتاليز واوكسيديز بوزيتيف. تمام. الكاتاليز والاوكسيديز هما اللي بيعرفوني هي هتبقى بتحتاج اكسجين ولا لا، بتكون ايروب ولا لا. تمام. بعدين التريتمنت هحتاج اديها انتي بايوتيك قوي خلاص، زي مثلا الثيرد جينيريشن سيفالوسبورين، زي سيفترايكزين. نتكلم بقى عن البروفيلاكسيس ازاي. هعمل وقايه منه. اول حاجه فاكسين، هديه له فاكسين ازاي. عندنا هيموفلس انفلونزا تايب بي فاكسين. انا دلوقتي عايزه ادي فاكسين للهيموفلس، فانا هشتغل على ايه؟ على البولي ساكرايد كبسول بتاعه. ولكن لقينا ان في استجابه احسن لما حطينا مع البولي ساكرايد جزء من ايه؟ بروتين. فبقى عندنا بولي ساكرايد كبسول كونجيوجيتد مع كارير بروتين. تمام. وده احسن حاجه ممكن ياخدها. يبقى the most recent currently used vaccine هو كابسولار بولي ساكرايد كونجيوجيتد مع كارير بروتين. تمام. فبقى اسمه بولي ساكرايد بروتين كونجيوجيت. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل تي سيل ديبندنت اميون ريسبونس، يعني سيل ديبندنت اميونيتي. تمام. وايه كمان؟ بيعمل اي جي جي انتي بودي ريسبونس develop to provide protective immunity كمان في الأطفال اللي أقل من 24 شهر، يعني أقل من سنتين. تمام. فبيعمل لنا كده cellular immunity و humoral immunity. تمام. هندي ايه؟ هندي hemophilus influenza type B vaccine، ده عبارة عن polysaccharide protein conjugate، بيعمل لنا T cell dependent immunity أو immune response و IgG antibody response. تمام كده. تاني حاجة ممكن ادي ريفامبيسين، ده يعتبر كيمو بروفيلاكسز في حالة ايه؟ في حالة لو شخص unvaccinated مش واخد التطعيم وبيتعامل قوي مع حالة مثلا حد من اهله او كده وجاله هيموفيلس انفلونزا تايب بي مننجايتس، يعني عنده مننجايتس بسبب الايه؟ الهيموفيلس. تمام. وهو كان شخص مش واخد الفاكسين، فبديله ايه؟ ريفامبيسين. ليه؟ لان ريفامبيسين ده وقايه من المننجايتس نفسها، خايف عليه انه يجيله مننجايتس. تمام كده. يبقى البروفيلاكسيس يا اما هدي هيموفيلس انفلونزا تايب بي فاكسين وعباره عن بولي ساكرايد مع بروتين كونجوجيت، او ريفامبيسين ده البروفيلاكسيس للمننجايتس. تمام. احنا كده خلصنا الهيموفيلس انفلونزا. هنراجع عليها سريعا جدا. قلنا ان هي موجودة بشكل عام في الثروت بتاع الهيلسي بيبول، تعمل ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن في التشيلدرن والادلت، وممكن من اهم الاسباب اللي تعمل مننجايتس في التشيلدرن هي عبارة عن ايه؟ جرام نيجاتيف سين باسيلوس نون موتايل نون سبور فورمينج. بعض الانواع منها كابسيوليتد وكمان بوليمورفيك. الفيرالنس فاكتور بتاعتها البولي ساكرايد كبسول والاي جي اي جي اي بروتيز. الباثوجينيسيس ازاي؟ اول حاجه الانكابسوليتد تايب من الهيموفيلس بتعمل بكتيريا المننجايتس وابيجلوتايتس في الاطفال اقل من 5 سنين، وكمان هي انكابسوليتد فهي انفيزيف، تعمل بكتيريميا بريكارديتس نيومونيا سيبتيك ارثرايتس اوستيومايلايتس فاشيال سيلولايتس برضو ايه؟ اقل من 5 سنين. طب النونكابسوليتد الانواع الاضعف دي بتعمل ايه؟ دي هتعمل المرض لما يكون في predisposing factor زي الفيرال انفكشن malignancy cystic fibrosis، فهتعمل نيومونيا او بكتيريميا.
في الأدلت أو أطفال إيه كبيرة الأكبر من 5 سنين ممكن تعمل أوتيتس ميديا وساينوسايتس، ما لما يكون في إيه ستريبت نيومونيا معه. تمام، بعدين نعمل نشخصها ازاي، ناخد عينة سواء CSF blood pus respiratory secretion، نعمل لها direct detection، هلاقيها بالجرام، هلاقيها جرام negative كوكو بسلاي معها polymorph nuclear cell. ممكن نعمل indirect detection بالسيرولوجي، نأكي long reaction antigen detection في CSF latex agglutination وهكذا، و PCR. الكالتشر كاركتر بتاعتها هي ايه، ايروب اند بور لان ايروب، حراره من 35 ل 37 درجه، اكسترا سي او 2، بتحتاج جدا اكسو في فاكتور، وهي تيبيكالي نون هيموليتك، بعض الانواع منها هيموليتك، وبتكون لنا على البلاد اجار سمول كلونز لان في ايه كميه الفي فاكتور ما بتبقاش كافيه اللي هو الكو انزيم. تمام، بعدين قلنا بزرعها على العينات اللي هي مش بلاد، بزرعها على تشوكلت اجار على طول عن 37 درجة ومع 5% CO2. طب لو بلاد اجار بزرعها عايزة، لو هي عينة بلاد بزرعها عادي على بلاد كولتر، وايه ممكن نعمل سب كولتر بعدين وكده. تمام، الايدنتيفيكيشن بتاعها ازاي، هي الوحيدة اللي بتحتاج اكس وفي فاكتور مع بعض، هي الهيموفيروس انفلونزا. هشوف الكلونز بتاعتها، الانواع النونكابسيوليتد هلاقيها سمول ترانسبيرنت فلايت كلونز، الانواع الكابسيوليتد هلاقيها ايه لارجر اوبيك ميكويد، ايه جرام ستيند سمير هلاقيها جرام نيجاتيف كوكو بسلاي. ممكن اعمل ديتكشن للكابسولار بوليساكرايد بالكيلانج رياكشن، واشوف الدي ان ايه بروبس. تمام، biochemical action الجلوكوز fermented with acid only، مالتوز وسكروز fermented ببعض السترينز، الاندول production variable، catalyzed oxidase positive، treatment اي antibiotic زي third generation cephalosporin، prophylaxis بالhemophilus influenza type B vaccine، hemophilus influenza type B vaccine، وهو is the most recent currently used vaccine، عبارة عن polysaccharide protein conjugate بيدينا T cell dependent immune response و IgG antibody response حتى في الأطفال أقل من سنتين. ممكن أدري فامبيسين للوقاية من المننجيتس في حالة ال unvaccinated close contact. إحنا كده الحمد لله خلصنا الهيموفلس إنفلونزا كلها، ان شاء الله ما تراجعوها هتلاقوها سهله ان شاء الله، ما فيش حاجه هتقف قدامكم. نكمل بقى تاني جزء معانا وهو البورتديلا. البورتديلا دي جروب كبير، اهم عنصر فيها هو البورتديلا برتسس. البورتديلا برتسس بورتديلا برتسس هي الموست امبورتنت ممبر اوف ذس جينس، اهم عنصر في مجموعتها. بتعمل ايه؟ بتعمل مرض اسمه ووبينج كف في الاطفال، مرض اسمه السعال الديكي، السعال الديكي ووبينج كف. تمام، هو اسمه السعال الديكي عشان بيخليهم يكحوا كتير وجامد، وفي اخرها بياخدوا كده شهقة زي صوت الديك، فاسمه سعال الديكي. تمام، نبدأ بقى. شكلها ايه؟ شكلها شبه ايه الهيموفيلس انفلونزا، بتكون سمول نون موتايل ولكنها كابسيوليتد، كابسيوليتد بس، وجرام نيجاتيف كوكو بسلاي، يعني هي كلها عندها كبسول، وبتكون موجوده في شكل مجموعات او تشينز او ايه سنجل لوحدها كده او في ايه بشكل تشينز. تمام، المورفولوجي تاني هو سمول نون موتايل كابسيوليتد جرام نيجاتيف كوكو بسلس، ماي اوكير سنجلي او ان تشينز. تمام، الكالتشر بتاعتها اما اجي ازرعها بزرعها في بيئه عامله ازاي، بيقولك انا ستريكت ايروب، انا ايروب وبس، يعني ما بتطلعش غير في وجود اكسجين. تمام، مش زي الهيموفيلس، هي هنا ستريكت ايروب، وبتطلع على كومبلكس انريتشد ميديا، ميديا اسمها بوردت جينجو ميديوم، هي بوردت جينجو جاي من اسمها، هي اسمها بورديتيلا، فبتطلع على البوردت جينجو ميديوم او على شاركويل سيفاليكزن بلاد اجار، بتطلع على البوردت جينجو ميديوم دي مهمه، او الشاركويل سيفاليكزن بلاد اجار. اما بزرعها بتحتاج من 3 ل 5 ايام في بيئه بتكون مويست
عند درجة 37 درجة. برضو بتفكرنا بالبيئة الداخلية للريسبيراتوري تراكت، هي بتكون مويست ودرجة الحرارة 37 درجة، بتاخد من 3 لـ5 أيام. تمام. الكلونز اللي بتطلع بقى بيكون شكلها ايه؟ بيكون شكلها جريش وايت وليها شايني كونفكس سيرفس، بيقولك اسمها ميركوري دروب ابيرنس. يعني ايه؟ شبه الصورة دي كده بالظبط. شبه ايه؟ شبه نقط الزئبق. كنا مثلا لو في ترمومتر اتكسر وخرج الزئبق من جواه، بلاقيها عبارة عن كور صغيرة كده لونها فضي، او ممكن اقول جريش وايت، شايني بتلمع، وكونفكس لانها عبارة عن ايه؟ كور كده، كونفكس سيرفس، فبتكون شبه نقط الزئبق، ميركوري دروب. تمام. وبتقولك انا ما بحتاجش اكس وفي فاكتور، مش شبه، مش شكل برضو الهيموفلس انفلونزا. يبقى هي هنا ستريكت، وعارف انها كابسيوليتد. تمام. بتطلع على كومبلكس انريتشد ميديا زي البوردت جينجو ميديم او شاركول سيفاليكزن بلاد اجار، في بعد 3 لـ5 ايام، في بيئه مويست و37 درجه حراره، ما بتحتاجش ايه؟ ما بتحتاجش اكس وفي فاكتور. وشكل الكلونز اللي بتطلع بتكون شكل ايه؟ الميركوري دروب. نوصف بقى الميركوري دروب بيكون شكله ايه؟ جريش وايت شايني كونفكس. تمام كده. تمام. ايه هي الفيرال انفكتور والباثوجينيسيس؟ نقول الاثنين مع بعض كده. بيقول لك البرتوسس ما بتيجي تعمل المرض بتاعها بتاخد مرحلتين، تو ستيجز. اول حاجه كولونايزيشن ستيج، دي حوالي 10 ايام، بيكون فيها ايه؟ بيقول لك بيشتغل فيها تو فاكتورز. مين العاملين اللي بيشتغل عندنا؟ تو فايرالنس فاكتور هنا، مين؟ الفيلامنتوس هيماجلوتينين والبرتوسس توكسين. فيلامنتوس هيماجلوتينين والبرتوسس توكسين. طب بيعملوا ايه؟ بيقولك الفيلامنتوس هيماجلوتينين ده بيساعد على الادهيجن، بيخلي البكتيريا تمسك في الريسبيراتوري ايبيثيليوم. بقولنا الفيلامنتوس هيماجلوتينين بيعمل ايه؟ بيعمل ادهيجن بين البكتيريا والريسبيراتوري ايبيثيليوم، لانه اسمه فيلامنتوس هيماجلوتينين. مادة الهيماجلوتينين دي هي اللي بتساعد ان يحصل ادهيجن. تمام. تاني حاجة، تاني فيرالنس فاكتور في المرحلة دي هو البرتوسس توكسين. بيقول لك البرتوسس توكسين ده بقى بيتفرز اكسترا سيلولر، في الاكسترا سيلولر فلويد بره، وفي السيل باوند. يعني ايه اللي بيتفرز في السيل باوند ده؟ بيخليه اكتر ان البكتيريا تمسك برضو في الابيثيليا، تمسك في السيلز اكتر. يبقى بيتفرز بره في الاكسترا سيلولر فلويد، وبيتفرز في السيل باوند، بيخليه ايه؟ برضو بيمسك فيها، اكنه لازقة، ادهيجن. تمام. يبقى عندنا في الكولونيزيشن ستيج اللي هي بتقعد اول 10 ايام، بيحصل بتقعد 10 ايام، بيكون عندنا اتنين عوامل، فيلامنتوس هيماجلوتينين بيساعد على الادهيجن بين البكتيريا والريسبيراتوري ايبيثيليوم، والبرتوسس توكسين ده بيمشي كده في طريقين، طريق اكسترا سيلولر وطريق في ستيل باوند، بيخليها ايه؟ برضو يساعد على الادهيجن. كده اتنين عندنا عاملين بيساعدوا على الادهيجن، الفيلامنتوس هيماجلوتينين والبرتوسس توكسين لما بيمسك في ستيل باوند. تمام كده. طب تاني مرحله، مرحله التوكسيميك ستيج، عندنا فيها برضو عاملين، منهم عامل مشترك هو البرتوسس توكسين. تمام. وتاني عامل هو التراكيال سايتوتوكسين. اول حاجه البرتوسس توكسين، بيقول لك انا اصلا عندي تو كومبوننت، عنده مكونين A و B، اللي بيعملوا ايه؟ it has potent local adenyl cyclase activity. بيعمل ايه ده؟ reduce the local phagocytic activity، ما بيخليش الخلايا تيجي ايه؟ خلايا الفاجوسيتك سيلز تيجي تبلعها زي الماكروفاج وكده، بتقلل الفاجوسيتك اكتيفيتي. ده ايه؟ البرتوسس توكسين. تاني حاجه تراكيال سايتوتوكسين، بيقول لك التوكسين اللي بيطلع ده بيقتل الستيليتد ريسبيراتوري ايبيثيليال سيلز، عشان كده هنا ما بتطلعش سكريشن، ما بتطلعش سبيوتم. يعني مش هعرف اجي اخد عينه من سبيوتم هلاقي التوكسين ده فيه، او هلاقي. تمام. تمام. هي بتقتل الستيليتد ريسبيراتوري ايبيثيليوم اصلا. تمام.
نقول تاني، عندنا البرتصاص ليه 2 ستيجز، كولونايزيشن ستيج حوالي 10 ايام، تاني مرحلة هو التوكسيميك ستيج، بيطلع بقى التوكسينز. عندنا برتصاص توكسينز عنده 2 كومبوننت A و B، بيعملوا ايه؟ بيقللوا اللوكال فاجوسيتك سيل اكتيفيتي، الخلايا المناعية اللي جاية تخلصنا من التوكسين والبكتيريا دي، لا بتهاجمها، بتقلل الافكت بتاعها. وتاني حاجة تراكيه السيتوتوكسين، ده بيقتل الخلايا السيليتد ابيثيليال سيل، كده مطلعناش سبيوتا. تمام. بعدين بنتكلم بقى على الووبينج كف او البرتصص او السعال الديكي. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن انفكشن بتحصل في الريسبيراتوري روت. تمام، عارفين يعني من خلال الدروبلت بيجي. طريقة العدوى من خلال ايه؟ دروبلتس من الايرلي كيزس، وممكن من خلال الكارير، يعني من حالة بتكون لسه واخدة المرض، او ايه كارير ومش باين عليه اعراض. تمام. بيحصل ايه؟ بيقولك الاورجانيزم بيجي يمسك في الابيثيليال سيرفيس، تمام، وبيكتر مالتبلاي وانترفير مع السيلري اكشن، يعني الخلايا اللي هي السيليتد ابيثيليوم اما بتيجي تطرده او تطلع سكريشن تطرده، لا هي بتموتها اصلا. تمام، زي ما قلنا بيعمل كده مين؟ تراكيال سيتوتوكسين. يبقى الاورجانيزم ادهير تو اند مالتبلاي رابيدلي على الابيثيليال سيل اوف ابيثيليال سيرفيس اوف تراكيا وبرونكاي وانترفير بالسيلري اكشن. تمام، ولكنه ما بيعديش للدم، blood is not invaded. والبكتيريا بتطلع لنا توكسين، هي اللي بتعمل irritation في الميوكس membrane، فبيحصل كافينج. هو اسمه السعال الديكي وبيحصل فيه كافينج بصورة كبيرة. بيقولك بيحصل عن طريق ايه؟ بيحصل عن طريق التوكسينز اللي بتطلعها لنا البكتيريا. البكتيريا تيجي تطلع توكسينز، تعمل irritation في الميوكس membrane بتاعنا، فيحصل ايه؟ كافينج. تمام، قول تاني. الووبين كف او البرتصص بيحصل انفكشن عن طريق ايه؟ من خلال الدروبلت من الايرلي كيزس، وممكن من خلال الكارير. تمام، ما بتعديش للدم، والبكتيريا بتطلع لنا توكسينز، التوكسينز هي المسؤوله عن الايريتيشن وبتعمل كافينج. تمام كده. تمام، هنا بقى السلايد دي هنقولها بشكل احسن من الجدول ده، وبعدين نرجع لها تاني. تمام، اول حاجه نتكلم عن المراحل. يعني دلوقتي عندنا طفل جاله ايه؟ خد البورديتيلا برتوس. ايه المراحل اللي هيعدي بيها؟ اول حاجه الانكيوبيشن بيريود، خد البكتيريا وما حصلوش لسه اعراض، دي بتستمر حوالي من 7 ايام ل 10 ايام. تمام، بعدين هيخش على المرحله اللي بعدها، هي الكاتارال ستيج، تقعد من اسبوع لاسبوعين. تمام، بيحصل فيها ايه؟ بتكون شبه دور البرد، يحصل رينوريا، سيلان في الانف، مليز، وجع عضلات، فيفر، سنيزنج، انوركسيا، مفيش شهيه، عطس، فيفر. تمام، دي الكاتارال ستيج. والكاتارال ستيج هي بيكون اكتر مرحله بيكون معدي فيها، ممكن يعدي اي حد فيها. تمام. بعدين بعد ما تخلص يخش على المرحلة اللي بعديها، هي الباروكسيزمال ستيج، بيكون فيها ايه؟ بتقعد من اسبوعين لاربع اسابيع. هو احنا كل مرة بنزود اسبوع. تمام، ايه الاعراض اللي بتبان فيها؟ دي بقى بتكون الاعراض فيها اقوى حاجة، repetitive cough with whoops upon inhalation vomiting with leukocytosis. whoops upon inhalation اللي هي الشهقة كده، هي دي اللي بتكون شكل صوت الديك. repetitive cough، كف بصورة كبيرة متكررة تحكمش فيها، repetitive cough مع whoops upon inhalation vomiting، بيحصل بيرجع من كتر الكحة. والليوكوسايتوزيس دي بتقعد من ايه؟ من اسبوعين لاربع اسابيع. اخر مرحلة هي مرحلة الريكفري، او مرحلة ممكن تقلي فيها الاعراض او ممكن يحصل complication لو ما تعالجش، بتقعد حوالي من 3 لاربع اسابيع او ممكن اطول. يبقى نخلي بالنا هنا، احنا كل مرة تقريبا هنا اسبوع، من اسبوع لاثنين، من اثنين لاربعة، من ثلاثة لاربعة، يعني بنزيد اسبوع. تمام، ايه الاعراض اللي بتبان فيها؟ diminished paroxysmal cough،
الكحة اللي كانت بصورة جديدة وكبيرة هنا بتقل، وبيحصل ديفلوبمنت لايه لسكندري كومبليكيشن، ممكن تحصل بقى كومبليكيشن ثانية طبعا ده لو ما تعالجش، زي مين؟ زي النيومونيا، سيجرز، يحصل انكفالوباسي. تمام، يبقى ده لو تحصل كومبليكيشن لو ايه، لو ما تعالجش. نقولها تاني، يكون يحصل اول حاجه مرحله الانكيوبيشن بيريود من 7 ل 10 ايام مفيش اعراض، بعدين قطار الستيج اكتر مرحله معدي فيها، يكون شبه البرد من اسبوع لاثنين، الباروكسيزمال الاعراض بتكون عنيفه، ريبيتيتيف كاف معاها ووبس، فوميتنج، ليكوسايتوزيس، وفيها ايه ديوريشن من 2 ل 4 اسابيع، الكونفاليسنت من 3 ل 4 اسابيع او اكتر، الباروكسيزمال كاف بتقل شدتها بتقل، وبيحصل ايه، بيحصل ديفلوبمنت لكومبليكيشن تانية زي النيومونيا والسجرز والانكيفالوبسي. تمام، نيجي بقى نقراها من هنا، بيقول لك after incubation period of حوالي 2 weeks الكاتارال ستيج ديفلوب، الكاتارال ستيج بيكون معها ايه، كافينج وسنيزنج، في خلال المرحلة دي البيشنت بيكون highly infectious but not very ill، هو مش بيكون عيان قوي ولكنه بيكون معدي جدا. بعدين واحدة واحدة الأعراض الباروكسيزمال دي بتبان بتزيد، الكاف ديفلوب بيكون معاها ايه، اكسبولسيف كاركتر، تكون شديدة، كاركترستيك ووب upon inhalation، الشهقة، this lead to rapid exhaustion، بيتعب جامد، ممكن توصل معاه الفوميتنج والسيانوزيس وكونفولشنز شنوجات. الديزيز ممكن يحصله كومبليكيشن طبعا من خلال برونكونيومونيا او سب كونجنكتيفال او سيريبرال هيموريدج، بيحصل نزيف في العين او في المخ، ممكن طبعا من كتر الكحة الكتير وبتكون قوية فبيزيد الضغط جواه جامد، فممكن يحصل سب كونجنكتيفال او سيريبرال هيموريدج، نزيف في العين او في المخ. تمام، يقولك ريكفري followed by long lasting immunity، لما بيخف منها بتقعد معاه مناعة لمدة طويلة جدا، ممكن تقعد على طول. تمام، احنا بقى دلوقتي عايزين نشخصها، عايزة اشخص ان في ايه whooping cough، هنعمل ايه، اول حاجة عايزة اخد الاورجانيزم، هاخد الاورجانيزم منين، هو من respiratory، فممكن اخد نيزو فارنجيال سويب، ادخل سويب واسحب واخدها، وبعدين ازرعها على ايه، على البوردت جينجو ميديم بتاع البورديتيلا. تمام، ممكن طريقه تانية وهي الطريقه الاحسن، من خلال الكاف بليت ميثود، بجيب البليت اللي هو البوردت جينجو ميديم ده وبحطه قدام البيشنت وهو ايه بكح، بيكون عنده كده نوبه كده من الكحه، بحط البليت ده قدامه وبيكح عليه، فالاورجانيزم بيطلع ويتحط عليه، وطبعا بصوره اكبر، ان في الكحه بتخرج كميه كبيره جدا من البورديتيلا. تمام، بعدين باخد بقى البليت ده وبستنى عليه كده بعد يومين ثلاثه كانكيوبيشن، وبعدين بشوف الكلونز اللي بتطلع بقى بيكون شكلها ايه، بير لوكينج كلوني، شكلها بيكون ايه، بير لوكينج كلوني، بعرفها من شكلها، بيكون شكلها ايه، بير لوكينج. تمام، بعرفها من المورفولوجي، من شكلها انها بير لوكينج كلوني، او من خلال الاميونو فلوريسنت ستيننج، او بسلايد اجلوتينيشن بالسبيسيفيك انتي سيروم، بحط انتي سيروم للبورديتيلا، يحصل اجلوتينيشن تقلط، خلاص عرفت ان هي. تمام، تمام كده، يبقى عملت دايجنوزس ازاي، خدت ايزوليشن، عملت ايزوليشن للاورجانيزم من نيزوفارينكس، خدت منه سواب، زرعته على بورد جينجو ميديم او من خلال كاف بليت، بخليه كح على طول على البورد جينجو ميديم ده، وبعدين بستناها يومين ثلاثه، بعدين تطلع عليها، اعرفها من شكلها، يكون شكلها بيرل لوكينج كلوني، او اعمل ايميون فلوريسنت ستيننج او سلايد اجلوتينيشن بسبيسيفيك انتي سيروم. وهنا بيرلي لوكينج يعني بتكون الكلونز اللي طالعه شكلها شكل حبات اللؤلؤ كده، تمام، بيكون شكلها مميز قوي، بتكون بارزه كده وباينه شكل الايه، شكل حبوب اللؤلؤ ولونها ابيض. تمام، ده شكل النيزو فارنجيال سويب، باخدها ازاي، وده شكل الكوف بليت، بسيب البورد جينجو ميديم، بخليه ايه
يعمل كف عليها وبعدين يكح عليها وبعدين باخدها ازرع واشوف الكلونز اللي بتطلع بيكون شكلها ايه، بيرلي لوكينج زي اللؤلؤ. تمام. اول نقطة كانت ايه، كنا من اول حاجة عملنا ايزوليشن لأورجانيزم. طب تاني حاجة ممكن اعمل ايه، ممكن اعمل بقى دايركت فلوريسنت انتي بودي تيست، فلوريسنت انتي بودي في اف اي تيست ده. بعمل بي اكزامينيشن للنيزو فارنجيال سواب اللي انا خدتها، او ممكن اعمل سيرولوجيك ديتكشن للانتي بودي بالكومبلمنت فيكسيشن اجلوتينيشن تيست وكده. بس اهم حاجة هو اللي اتكلمنا عليه هنا، احنا عملنا ايزوليشن للاورجانيزم وايه وزرعناه. تمام. ايه التريتمنت بتاعها بقى، هو انا ممكن اعمل لها ايه، هديها انتي بيوتيك، ولكن الانتي بيوتيك اللي هتتاخد مش هيكون ليها لازمه غير لو اتاخدت في اول 10 ايام، لازم تكون في اول 10 ايام، لو عدت 10 ايام يبقى ملهاش لازمه. ليه 10 ايام؟ بتكون في مرحله الكاترال ستيج. تمام. لازم لو هياخد انتي بيوتيك في اول 10 ايام في مرحله الايه، الكاترال ستيج. احسن انتي بيوتيك ممكن اديه ويشيل الاورجانيزم هو مين، الاريستروميسين. والاريستروميسين هو اهم انتي بيوتيك ممكن اديه. تمام. افضل واحد. تمام كده. ودي امتى؟ في اول 10 ايام. تمام. انا عايز اعمل بريفنشن، هعمل بريفنشن ازاي؟ هدي فاكسين. ايه الفاكسين ممكن اديه؟ عندنا فاكسين اسمه دي بي تي. ايه هو الدي بي تي؟ الدي ديفتيريا بي برتصص تي تيتانوس توكسويد، ده كومبينيشن كده زي الفل. ده عبارة عن ايه، كومبينيشن اوف ديفتيريا والتيتانوس توكسويد. ده عبارة عن كيلد هول سيل فاكسين، كيلد هول سيل فاكسين بيتاخد في اول سنة من حياة الطفل. تمام. الدي بي تي بيتاخد كايه، حقنة كده تحت الجلد على 3 مرات subcutaneous injection، كل مرة بياخد ملي، بياخدها عند سن 2 شهور و4 شهور و6 شهور. تمام. اول حاجة كيلد هول سيل فاكسين بيتاخد في اول سنة على 3 مرات عند 2 شهور و4 شهور و6 شهور تحت الجلد subcutaneous كل مرة ملي. تمام. في نوع تاني وهو الاسلولار فاكسين، ده عبارة عن ايه، برتصص توكسويد مع فيلامنتس هيماجلوتينين واذر فايرلنس فاكتور. مين فيلامنتس هيماجلوتينين؟ دي حاجه من الفايرلنس فاكتور بتاع ايه، بتاع البرتسس. تمام. انا بديهوله بقى عشان يعمل ضده انتي بودي وكده. تمام. يبقى عندنا نوعين، عندنا كيلد هول سيل فاكسين اللي هو الدي بي تي مع ديفتيريا والتيتانوس توكسويد، وفي نوع تاني الاسلولار فاكسين هو عباره عن برتسس توكسويد مع فيلامنتس هيماجلوتينين وغيره من الفيرال انسفاكتور بتاعت البورتيديلا برتوسس. تمام. يبقى بيقول لك النيو اسيلولار فاكسين اللي هو النوع الثاني ده ليه سايد افكت اقل من الهول سيل فاكسين، يعني هو احسن منه يعني. تمام. انا ممكن بقى نديله الاسيلولار فاكسين وندي نعوضه عن الدفتيريا والتيتانوس توكسيد فاكسين تاني. تمام كده. الحمد لله نكون خلصنا البورتيتيلا. ممكن نراجعها تاني بسرعه بسرعه. فين فين فين. تمام. انا البورتيتيلا هي اهم عنصر في المجموعه بتاعتها، بتعمل ووبينج كاف في التشيلدرن، شكلها سمول نموتاي كابسيوليتد جرام نيجاتيف كوكو باسيلوس، شكل بتكون في شكل ايه، سنجلي او ان تشينز. هي ستريكت ايروب، بتطلع على كومبلكس انريتشد ميديا اللي هي البورد جنجو، البورد جنجو ميديا او التشاركول سيفاليكزم بلاد اجار. بتاخد حوالي 3 لـ5 ايام في بيئه تكون مويست و 37 درجه. بتديني شكل الكلونز، بتطلع شكل ميركوري دروب، بتكون جريش وايت شايني كونفكس. ما بتحتاجش اكس او في فاكتور. الفايرلنس فاكتور بتاعتها ايه، مع الباثوجينيسيس قلنا البرتسس بياخد مرحلتين، الكولونايزيشن ستيج والتوكسيميك ستيج. الكولونايزيشن ستيج حوالي 10 ايام، بيكون فيها عاملين الفيلامنتس هيماجلوتينين والبرتسس توكسين. الفيلامنتس هيماجلوتينين بيعمل على الادهيجن من البكتيريا والريسبيراتوري ايبستيليم، البرتسس توكسين ده بيتفرز في طريقين اكسترا سيلولر فلويد وستيل بوند. السيل بوند ده برضه بيعمل على الادهيجن مع مين، مع الفيلامنتس هيماجلوتينين. التوكسيميك ستيج بيخرج البرتسس توكسين اللي هو عباره عن جزئين اي وبي، بيعمل على ايه، بيقلل الفاجوسيتيك اكتيفيتي،
بتاعه الفاجوستيك سيلز، والتراكيه السيتوتوكسين ده بيقتل الخلايا اللي هي سيليتد ايبيثيليا سيل. تمام. الووبينج كاف او البرتاسس قلنا ان هو عباره عن انفكشن بيحصل من خلال ايه، دروبلت من الايرلي كيزز او من خلال الكاريرز، ممكن من خلال الكاريرز، وما بيعديش للدم. البكتيريا بتطلع لنا توكسنز وهي اللي بتعمل اريتيشن في الميوكوس ممبرين وبتسبب في حدوث ايه، الكافينج. تمام. قلنا هنا بعد انكيوبيشن بيريود بتيجي كاترال ستيج بيكون فيها ايه، كافينج سنيزنج، وبيكون البيشنت هايلي انفكشوس. باروكسيزمال ستيج بتكون ايه، الكحة بتزيد جامد وبيحصل اكزوتشن، ممكن فوميتنج، سيانوزس، كونفالجن، ممكن يحصل كومبليكيشن بالبرونكونيومونيا، سبكونجنكتيفال وسريبرال هيموريج. ولما بيحصل ريكفري بينتج لونج لاستنج اميونيتي. شفنا الجدول ده مهم جدا. وعرفنا ازاي نشخصها، بناخد الاول الاورجانيزم من نيزوفارينجال سواب، نزرعه على البورد الجنجو او ندير البورد الجنجو نفسه يكح عليه ويطلع عليه البير لوكينج كلوني، تكون شكل اللؤلؤ وبعرفها من شكلها. ممكن اعمل اميون فلوريسنت ستيننج تبان اوضح، او من خلال سلايد اجلوتينيشن بسبيسيفيك انتي سيرو، ودي شكل النيزوفارينجال سواب والكابليت. ممكن اعمل بقى حاجات تانية، سيرولوجي، سيرولوجيك ديتكشن انتي بودي، كومبلمنت فيكسيشن، اجلوتينيشن، دايركت فلوريسنت انتي بودي تيست من خلال بعمل اكزامينيشن نيزوفارينجال سواب. تمام. قلنا التريتمنت ادي انتي بيوتيك زي الاريثروميسين، ولكن ده في خلال الكاترال ستيج بس في اول 10 ايام. ونعمل ازاي بريفنشن من خلال كيلد هول سيل فاكسين الدي بي تي، عباره عن 3 سبكوتينيوس انجكشن، كل مرة عبارة عن 1 ملي عند شهرين واربع شهور وست شهور. ده زي ما قلنا في اول سنة من حياة البيبي. بعدين الاسيلولر فاكسين ده عبارة عن برتاسس توكسويد وفيلامنتس هيموجلوسينين ومعاه فيرولنس فاكتور ثانيين، وقلنا ان هو ليه سايد افكت اقل من الكيلد هول سيل فاكسين، عشان كده هو احسن منه. تمام. ده بقى الجدول اللي من فيه كل اللي قلناه النهاردة، يعني لام اهم حاجات، فحلو مهم قوي ان احنا نراجعه. هو نفس الكلام بالظبط. تمام. نقول بسرعه، الهيموفيلس انفلونزا قلنا ان هي جرام سمول، جرام نيجاتيف، نون موتايل، نون سبور فورمينج، سيم باسيلوس، وبعض منها كابسوليتد. البورزيتيلا هي سمول، نون موتايل، كابسوليتد، وجرام نيجاتيف، كوكو باسيلوس. و تمام. الكالتشر الهيموفيلس انفلونزا بتطلع ايروب وبورلي ان ايروب، تحب تطلع تشوكليت اجار، لما بتطلع البلاد اجار بتطلع سمول كلونز، ريكوير اكس وفي فاكتور، بتحتاج سي او 2 من 5% تيبيكالي نون هيموليتك، وبعض الانواع منها هيموليتك. طب ايه البورديتيلا برتصص؟ هي ستريكت ايروب، بتطلع على البورد جنجو ميديم او شاركو سيفاليزم بلاد اجار. الكلونز اللي بتطلع بتكون شكلها ميركوري دروب، مفيش اكس وفي فاكتور. طب الفيرالنس فاكتور بتاعتها؟ الهيموفيلس انفلونزا عندها البولي ساكرايد كبسول، البولي ساكرايد كبسول، البولي ساكرايد كبسول. تمام. وايه كمان؟ الاي جي اي بروتيز. البورتزيلا عندها الفلامينتس هيموجلوسينين، البرتاسس توكسين، والتراكيال سايتوتوكسين. طب البريفنشن الهيموفيلس قلنا هيموفيلس انفلونزا تايب بي فاكسين او ريفامبيسين، ده كيمو بروفيلاكسز من ايه، من المنجايتس. البورتزيلا برتاسس عندنا دي بي تي والاسيلولر فاكسين. ودي بقى البايكيميكال رياكشنز اللي اتقالت بس في الهيموفيلس، جلوكوز مع اسيد اونلي، فيرمنتد جلوكوز باسيد اونلي، ومالتوز وسكروز فيرمنتد ببعض السترينز، كاتاليز اوكسيدز بوزيتيف، وفي فاريبل اندول برودكشن. تمام. وكده الحمد لله نكون خلصنا محاضرتنا. ناخد بس ايه كويس سريع جدا جدا كده. اول حاجه البورزيتيلا برتصص جرو انيروبيكلي، ها غلط، هي كمان ستريكت ايروب. تمام. الميجور فيرالنس فاكتور اوف الهيموفيلس انفلونزا از، لسه قايلينها. تمام. البولي ساكرايد كبسول. ذا هول سيل فاكسين از بيتر ذان اسيلولر فاكسين ان بريفنشن اوف برتوسس، اكيد غلط، هو مين العكس، الاسيلولر هو الافضل. تمام. الهيموفيلس انفلونزا بريفنت فيرمنت الجلوكوز ويز برودكشن اوف اسيد اند جاز، تمام غلط، with production of acid only.
كده الحمد لله نكون خلصنا محاضرتنا، وان شاء الله ان شاء الله تكونوا فهمتوها، واي اجزاء مش فاهمينها ممكن تبعتوه على ال تبعتوا في الكومنتات او في الفيدباك، وان شاء الله نرد عليها، وان شاء الله تكون محاضرة سهلة وذاكروها متقفش قدامكم. تمام، شكرا أنا.